وبالتالي لما كسبوا كل مبارياتهم فإن الأمور يعني ستتغير. وكرة أمامية الآن وفرصة للقادسيو بالضول هدف جميل جدا، هدف جميل من البيرون في إلياس، خوان إلياس إذن يسجل القادسية هدف التعادل بعد أن استغل الكرة الأرضية وحط كرة على يسار وليد عبد الله، وهدف أول وهدف تعادل يسجل مع ابتسامة الأزاع، مع ابتسامة الأزاع الرئيس نادي القادسية. بينما على الجانب الآخر البلطان أكيد أن الهدف يعني لا يرضيه تماما، والشباب بصراحة يعني اليوم لا يقدم شيء، شباب لا يقدم شيء. هذه الكرة أخذها الياس من النفس الأولى ثم الثانية بالجول.